أكد وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر المناخ المنعقد في باريس استعداد المملكة للمضي قدما نحو تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، مما يوفر مكتسبات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. المملكة قامت بتشجيع الأبحاث والتوصل إلى أساليب جديدة لاستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه والاستفادة من الطاقة الشمسية في محطات تحلية المياه مستقبلا. التقرير التالي يرصد مشاركة الوفد ودوره في مؤتمر المناخ. يواصل وفد مملكة البحرين التفاوضي مشاركته في مؤتمر المناخ المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد ممثلو البعثة البحرينية والتي تمثل جزءاً من الهيئة العربية التفاوضية ومجموعة 77 زائد الصين على ضرورة مواصلة التفاوض بين جميع الأطراف من أجل تحقيق اتفاق بيئي عادل ومتوازن مبني على مبدأ المسؤولية المشتركة والحق في التنمية المستدامة والتطور. البحرين دولة جزرية، تأثرها بتغير المناخ بيكون كبير، هي من الدول اللي حتتأثر سواحلها وتغمر بالإضافة للعواصف الترابية المترتبة عليها. هناك العديد من الأمور الاقتصادية اللي قد تتأثر فيها البحرين كونها دولة يعتمد اقتصادها إلى حد ما على النفط والغاز. حضورنا هنا في المؤتمر بيعزز موقفنا التفاوضي وبيأكد على رغبتنا على أن يصير في اتفاق عادل ومتوازن. كما شارك وفد مملكة البحرين التفاوضي في اجتماع جمع ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمناقشة أهم المخاطر البيئية التي قد تعرفها دول الخليج والمملكة، حيث أكد أفراد البعثة البحرينية أن تراجع الشواطئ ونقص الموارد المائية هما من أهم المخاطر التي يجب التصدي لها. وجودنا في هذا المؤتمر يعتبر مهم جدا، وذلك للدعم والزخم المطلوب للدعم موقف العربي في هذه الاتفاقية المناخية، والتي تعتبر منعطف مهم في مرحلة مستقبلية مهمة للتنمية البشرية. ويسعى وفد المملكة البحرينية من خلال هذا المؤتمر التأكيد على ضرورة الحد من الانبعاثات الحرارية التي تهدد العديد من الدول الجزرية كدولة البحرين. هذا ويهدف مؤتمر باريس للمناخ إلى توقيع بروتوكول دولي يضمن الحلول الكفيلة لتخفيض درجة حرارة كوكب الأرض بدرجتين مئويتين والحد من التغيرات المناخية. تتواصل قمة المناخ بمشاركة البعثة البحرينية من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكوكب الأرض وللأجيال المقبلة. أشرف عبيد لتلفزيون البحرين، باريس.